أنا اسمي محمد وائل زكور، درست هندسة نظم حاسوب. بال 2007 بلشت شغلي الخاص، ضمن اختصاصي اشتغلت تصحيح الكترونيات وشي متعلقات بمجال الكمبيوتر. لل 2010 كان محلي من ضمن المحلات اللي انطلقت ضمن حلب وكان لي اسم جيد. بعدين بسبب ظروف الحرب اضطريت انه اسافر انا. جيت على تركيا بال 2014. اول محاولة لي كان مع واحد من اصدقائي، اسسنا شركة بال 2015. بسبب انه ما كان عندنا خبره كويسه بموضوع القوانين التركيه فما احسن ننجح فيها. المحاوله الثانيه كانت بال 2018 مع امر الله، هو شريكي تركي يعني، كانت محاولتنا انه ناسس شركه مختصه في تصنيع الانظمه الالكترونيه. بلشنا ضمن تكنو بارك في جامعة غازي عنتاب، صرنا نقدم خدماتنا للزبائن اللي هي خدمات هندسية، شيء متعلق بتصميم البوردات الإلكترونية، شيء متعلق ضمن برمجة الإمبيدد سيستم. Muhammed hakkında ne düşünüyorum? Şirketimizin ismi de buradan geliyor. Biz farklı anne babalardan doğan ikiz kardeşleriz. Şirketimizin yakın gelecekteki hani ilk hedefi şu. Evet, belli bir üretim hattımız var, makine hattımız var. Yani ilk hedefimiz bu makine hattının yenileyerek dünya standartlarına daha uygun bir üretim hattına geçmek istiyoruz. قدرنا نسوي شغل كويس آخر 2019. شفنا إنه صار لازم ناخذ نحن خط تصنيع بوردات. أول شهر الثاني بال 2020 وصلوا الماكينات، ولكن مع الأسف كان وصل كورونا على تركيا. هون صراحة عانينا شوية صعوبات. حاولنا بقدر الامكان نحن نتمسك بمشروعنا، خلصنا السنتين هدول اللي كانوا اصعب سنتين مضيوا، حاليا عم نفكر كمان نطور ماكيناتنا. هلا نحن من خلال سبارك وصندوق قطر للتنميه اخذنا كورسات متعلقه بالتسويق الرقمي واداره شركات المحاسبه، طبعا نحن استفدنا كثير من الكورسات هي، عم نحاول انه نطبق هذا الشيء ضمن شركتنا، بالاضافه لهالشيء حصلنا على مثل دعم باخذنا كمبيوترين عم نستخدمهم نحن هلا حاليا بالتصاميم الهندسيه. Bizim yani uzun vade hedeflerimiz kendi markamızı oluşturarak, kendi ürünlerimizi çıkarıp Türkiye'den başlayarak işte Orta Doğu, Avrupa, Amerika pazarına bu ürünleri sunmayı istiyoruz. İşletmemizin ve benim şahsi olarak yani şirketimizin ve benim şahsi olarak işin devamını sağlayan asıl düşünce şu. Hiçbir zaman için en iyisi yapılmamıştır. Her şeyin daha iyisi yapılabilir.